في خبر آخر، حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60,000 طلب متعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة منذ فبراير 2020 حتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2021. أصدر معالي وزير العدل قراراً يقضي بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها. وضع القرار آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، وذلك بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى. مركز المصالحة يستقبل عبر منصة تراضي طلبات الصلح بخطوات يسيرة، إلى جانب ما يصل للمركز من طلبات صلح تحيلها المحاكم إلكترونياً. يهدف المركز للحد من تدفق القضايا على المحاكم والإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة.